زيان اليوم هاد النقاش اللي كاين على القانون 2022 والناس متحدة وما يمكنش ندوزوا بحال هاد القانون، مزيان هاد الشيء رائع، ولكن في خبرك شحال من قانون داز وما سقتيش ليه الخبر وراه كيأطرك وكيحكمك اليوم، ويمكن ماشي في صالحك، يمكن في صالح فئة معينة. وفي خبرك شحال من قانون غادي يدوز وما تسيقش ليه الخبر؟ لماذا؟ لأنك أنت كتعيش فوضى في أفكارك، كتعيش فوضى في مواكبتك المستجدات بلادك، وكتعتقد باللي داكشي ديالهم، باللي البرلمانير ديالهم، البرلمان ماشي ديالهم، البرلمان ديالك أنت كمواطن. البرلمان المفروض أنه كيخصو يكون كيحظى بالاهتمام أكثر ما كتحظى به الماتش ديال الكرة ديال الفريق اللي كتبغي، حيت المقابلة ديال كرة القدم كتبدا وكتسالي مع الصفارة وبعد الصفارة. ولكن البرلمان وما يروج في البرلمان وفي لجان البرلمان والتشريعات اللي في البرلمان والقوانين اللي كتخرج عن البرلمان كتأطر حياتك إلى ما لا نهاية، حتى يتبدل عاود داك القانون يتبدل من بعد عشرات السنين. هذاك ما كيحظى شي بالاهتمام ديالك، اللي كيكون البث المباشر ديال جلسات البرلمان كتطلع لك انت داك الشي في راسك عاود تاني داك البرلمان. لا خويا، داك البرلمان خصك تشوفه وتشوف النواب اللي صوتي عليهم وتسمع المناقشة ديالهم للقوانين وتسمعهم شنو كيقولوا وتتابع شنو كيوقع في اللجان البرلمانية، ويكون عندك معطيات ومعلومات على القوانين اللي كتدوز، وتعرف شكون هو الحزب اللي خان الثقة ديالك ودوز قوانين وصوت عليها بنعم وهي ماشي في مصلحتك، وزيد وزيد وزيد، حيت هذا راه قانون من بزاف ديال القوانين.